السلام عليكم ورحمة الله. هو أنا عملت عملية شفط الدهون مع عملية التثدي. أنا كنت عامل عملية تثدي جاينيكوماستيا بال2015، كنت عاملها بالسويد، وحسيت ما كنت راضي بالنتيجة تبع الجاينوكوماستيا اللي عملتها بالسويد بستوكهولم. ف يعني كنت فقررت اني اعمل عملية شفط الدهون وصلح الجاينوكوماستيا اللي كنت عاملها في الماضي. فبصراحة انا دورت كتير يعني على دكتور، وشفت كتير عيادات، تقريبا ضليت تقريبا 4 أشهر ل6 أشهر وانا قاعد عم ابحث واعمل جوجل يعني، ودور على انسب دكتور وانسب عيادة بصراحة. ف يعني شفت بكتير بلاد، كنت اول شي مخطط اسافر على تايلاند، وبعدين تركيا، وبعدين صار النصيب وجيت على القاهرة مصر. ف التقيت بالدكتور بصراحة اول مرة على اليوتيوب، لقيت اسمه دكتور محمد الهتامي، وتفرجت تقريبا على شغله وكيف انه زبوناته كلهم طالعين رضيانين، وهو بصراحة مشهور الدكتور. او الحمد لله، هي من عند الله يعني، كرم من عند الله اني توفقت بالدكتور. هو الواحد بس يتوفق بالدكتور، ما يسأل لا على وين موجود ولا شو سعر العملية. وبصراحة كان سعر العملية انسب بكتير من عيادات لقيتهم بغير اراني. والحمد لله اليوم هو اليوم الثالث عن العملية، ونحن عم نجهز مشان نمشي ونرجع على الاوتيل ونكفي سياحة ان شاء الله. شكرا دكتور محمد. في حد قصر معك في اي حاجة انت وانت معنا؟ حسيت ان انت مثلا مش بلدك او لا؟ والله كله كان تمام، هي بس كبسة زر وكل شيء بيجي لها الحمد لله. النتيجة النهائية ايه رأي حضرتك فيها؟ والله مبسوط الحمد لله، ولسه هلا بدي امشي على الوراق والادوية اللي اعطيتوني اياهم، ان شاء الله خير. نورتنا، الله يخليكم. حابب ان احنا نشارك الفيديو بتاع حضرتك معانا؟ آه موافق على النشر؟ اه اوكي، شكرا يا فندم.